السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى إن شاء الله يلقاكم في أحسن الأحوال. اليوم مثل ما كتشوفوا غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الملوخية. الملوخية هي طبق معروف جدا في جميع البلدان العربية تقريبا، وهو بالأصل يعني طبق مصري يعني قديم معروف من سنين طويلة، يعني من عصر الفراعنة يمكن، وبعد ذلك انتقل إلى باقي البلدان العربية تبعا. تختلف طريقة تحضيره من منطقة إلى أخرى، وإحنا في المغرب غير معروف عندنا صراحة الملوخية، ولا نتناولها طبعا، وغير موجودة في الأسواق، حتى أن اسم الملوخية يطلق على شيء مختلف تماما اللي هو البامية، فكتلقوا عليه اسم الملوخية في المغرب، لكن هي ليست طبعا الملوخية. كتير ناس كتحبها وبالنسبة لهم هو طبقهم مفضل، أنا بصراحة غير مفضلة عندي، لكن كنطبخها بواحد الطريقة نالت إعجاب، يعني كل من ذاقها جربت طرق كثيرة، وهذه الطريقة هي اللي كنحضرها بها وغادي نشاركها معكم، نتمنى تعجبكم. أول شيء غادي نحضر مرق الدجاج. هي ممكن تحضر بالدجاج أو اللحم، طبعا دجاج بالعظم من دون عظم يعني على حسب الرغبة. طريقتي في تحضير المرق يعني سهلة، أنا كناخد شوية قليل من الزيت، نحط بعض الفصوص من الثوم، البهارات الصحيحة هي القرفة، حبات من الهيل، وأيضا ورق عار. طبعا هذا شيء اختياري، كل واحد وعنده طريقته في سلق الدجاج. كنقلب فقط يعني بضع دقائق إلى أن يتغير لون الدجاج، وبعد ذلك كنضيفوا التوابل المفضلة عندكم. هذا المرق هو اللي غادي نستعملوه لإعطاء النكهة للملوخية، فغادي نحطوا التوابل اللي نحب. أنا عندي هنا قليل من الكزبرة الناشفة، الملح، فلفل أسود، وقليل من الزنجبيل، وممكن أيضا تحطوا البهارات يعني البهارات المشكلة، يعني مجموعة خلطة من التوابل أيضا، وممكن أيضا نضيف مكعب الدجاج، كله على حسب الرغبة. نقلبها، من بعد راح نضيف الماء المغلي، الماء الساخن، الكمية فقط اللي غادي يتكفيني باش نحضر مرق الملوخية. أنا بصراحة كنحب نحضر وجبات من مختلف أنحاء يعني العالم، وما شاء الله الوطن العربي معروف يعني بالأكلات لذيذة وطيبة جدا، وأنا كنحب يعني عندي هواية أنني نجرب أكلات من جميع أنحاء العالم. هنا يا ضفت قليل من الماء. طبعا الدجاج اللي عندي غسلته جيدا قبل، انا كنغسله جيدا، كل واحد عنده طريقته في غسل الدجاج. انا كنقعه بالملح والليمون وكنغسله لغايه ما تروح كل الزفاره. هنا نسلق الدجاج، وراح نصفي المرق من الدجاج ومن البهارات الصحيحه. الدجاج اللي استعملته هنا في عظم، راح نزيل العظم من الدجاج ثم احتفظ به، بعد ذلك راح نستعمله مع الملوخية. المرق صار جاهز، نخليه على جنب، والآن نمر إلى طريقة تحضير الملوخية. أنا هذا المرحلة يعني مهمة عندي، كتعطيها واحد نكهة ألذ الصراحة، وطبعا كل واحد عنده طريقته. كنحط قليل من الزيت، قليل من الثوم المفروم والطماطم. صراحة لما جربته بهذه الطريقة حسيت كتعطيه طعم ألذ للملوخية. كنحركها جيدا ونخليهم على جنب. هنا الملوخية اللي استعملتها هي الملوخية مجمدة، ملوخية خضراء مخروطة مجمدة، مخروطة يعني تعني ناعمة طبعا، لكن احنا بالمغرب المنطقة اللي انا طبعا اصلي منها مخروطة تعني مجنونة. بعد ما طلعت رائحة الثوم والطماطم يعني الرائعة، الآن إجت مرحلة نحط الملوخية. هي طبعا مجمدة، ممكن تطلعوها قبل، لكن يعني لا يهم، لأنه راح نضيف يعني المرق وراح تذوب مع المرق طبعا. ولهذا أنا صفيت المرق وخليته على جنب، نضيفه يعني شوية شوية على الملوخية، لأنه الملوخية المجمدة لا تحتاج إلى ماء كتير. يعني أنا ضفت
كزبرة ناعمة، طبعا أنا أضفت كتير يعني، بس هذا كان باقي يمكن اللقطة راحت، يعني تقريبا يعني نصف كوب من الكزبرة الخضراء كتعطيها أيضا نكهة جميلة. نضيف المرق شيئا فشيئا إلى أن نحصل على القوام اللي احنا كنحبه ونفضله. طبعا كنحرك دائما جيدا لكي تدوب، وفي نفس الوقت يعني يعني سمعت أنه لازم دائما تحريك لكي ما تفكش الملوخية ما عارفش كيف يقولها المصريين، يعني تبقى متماسكة الملوخية مع المرق. ودائما نزيل هذا الرغوة اللي تظهر على سطح الملوخية ومع التحريك المستمر طبعا، وما نغطيوش الغطاء لكي نحافظ على هذا اللون الأخضر الرائع. بعد ما يعني تدوب وفي نفس الوقت نزيل الرغوة شيئا فشيئا، طبعا نعدل الملح، نذوق الملح طبعا ونشوف يعني إذا يحتاج أو لا. أضفت هنا الدجاج، قطع الدجاج، طبعا في ناس حضروا بالدجاج باللحم، في ملوخية بالأرانب. هنا ننتقل إلى طريقة تحضير الطشة، زيت، وفي ناس تعمل سمنة أيضا، سمنة البلدي، هذا زيت، قليل من التوم المفروم. طبعا أنا حطيت توم كتير يعني بما فيه الكفاية في أثناء تحضير المرق، أثناء تحضير يعني الملوخية، هذا يعني في المرحلة النهائية باش تعطيه واحد نكهة رائعة. نضيف كزبرة ناشفة، ومن الأحسن تكون مطحونة فريش كتعطيه واحد الرائحة روعة. نحركها، ننتبه لكي لا يحترق التوم طبعا. بعد ما نحصل يعني على لون يعني ليس محروق، يعني طبعا محمر يعني احمرار بسيط، يعني التوم لما يحترق كتير يعطي مراه يعني يتحول الطعم يعني يصير يعني غير طيب يعني. وايضا في ناس تحب تحط كزبرة الخضراء ايضا، ممكن اخر مرحلة لكي لا تحترق طبعا مع الزيت. دائما نشوفها في الافلام والفيديوهات، وان هذه المرحلة هي المرحلة الحاسمة لما نحط الطشة ولازم تعمل هذا الصوت، وهذا الصوت على اساس هو المعيار انها نجحت. اعرف اذا هي صحيحه او لا، لكن انا اقول اذا كانت المكونات لذيذه، اذا كانت طريقه يعني ايضا لذيذه لتحضير الملوخيه، وايضا يكون نفس يعني ويعملها الانسان بحب، راح تطلع لذيذه في جميع الاحوال. طبعا نمسح هاي الحركة، دائما نشوفها يحطوا الملوخية في المقلاة لكي نمتص وتمسح كل أثار التوم وتنزل في الملوخية. صدقوني بشهادة كل من ذاقها رائعة لذيذة، يعني أنا حضرتها مرات كثيرة وحضرتها بطرق مختلفة، وبهذه الطريقة تطلع لذيذة جدا. طبعا يقدموها الناس اما مع الارز، ارز بالشعريه، او مع خبز. انا بصراحه اقدمها يعني مثل سوب بهذه الطريقه، وفي يقطعوا بصل مع خل وملح وممكن توم ايضا ويضيفوه اليها يعني فوق، تعطي طعم رائع يعني بتعادل الطعم، حموضه خل، انا احس انها تعطيها طعم رائع جدا. نتمنى تكون عجبتكم طريقتي، وطبعا اذا عندكم اي نصائح اخرى يعني بخصوص يعني تحضير الملوخية طبعا راح يكون مرحب بها طبعا بكل فرح. نتمنى تكون عجبتكم طريقتي، انا صراحة مثل ما قلت نحب نجرب اكلات من جميع انحاء العالم، وسبق شاركت اكلات كثيرة من دول مختلفة في القناة ديالي، وان شاء الله راح اشارك معكم وصفات اخرى. الى اللقاء.